العجل. مرضيش والله. ولا تجيب جلال يا عم يا بني. النبي قبل كل شيء تجيب قرش. 1000 جنيه؟ ما انا كمان مديك مفتاح كنز. انا عاوز حقي بالمظبوط. وطي صوتك وطي صوتك يخرب بيتك. حد ودي مفتاحي. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ النص بالنص. 50-50. ليه؟ نهيبه يعني ولا مال حرام ومال سايب ملوش صحاب؟ يا راجل ايه؟ انت جننت؟ ده انت اللي تبقى مجنون لو ما ادتنيش حقي دلوقتي اهو قبل ما تزوخ. طيب خلاص هدي لك اللي انت عايزه. لا يا حدي. انا عاوز حقي دلوقتي واوام وهنا كمان. يا عم مفتاح انت اتجننت ولا مسطول؟ بره في غفره ما نقدرش نقسم هنا. نطلع كده بالسلامه بالهداوه وناخد كل حاجه. تظهر ما ينفعش معاك. اكيد في حد غريب جوه يا رجاله. طب قال انت صوتك. يلا بينا نفضل قاعدين. يلا بينا. انت من هنا على الفطار. تعالى بينا.